الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. قل لي تخفوا ما في صدوركم أو تبدوا يعلمه الله أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين
ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإن سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء. قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت
قوة لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. سمع الله لمن حمده. اللهم لك الحمد حمد الذاكرين المستغفرين، لك الحمد حمد المنيبين التائبين، لك الحمد يا ربنا على أن بلغتنا شهر رمضان، لك الحمد ملء السماوات وملء الأراضين وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد والحق أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. سبحانك يا رحمن، سبحانك يا منان، سبحان من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه. إلهنا إلهنا إنك ترى مكاننا وتسمع كلامنا وتعلم سرنا وعلانيتنا، لا يخفى عليك شيء من أمرنا، نحن الفقراء بين يديك، المستغيثون المستجيرون، الوجلون المعترفون بذنوبهم. إلهنا يا سامع الصوت، يا سابق الفوت، يا كاسي العظام لحما بعد الموت، يا أول يا آخر، يا ظاهر يا باطن، يا مبدئ يا معيد، يا فعال لما يريد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما بقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. واجعل اللهم الجنة هي دارنا وقرارنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة، نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك
والعزيمة على الرشد والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نعوذ بك من النار، نعوذ بك يا ربنا من عذاب النار ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا عدوا ولا حاسدا. اللهم إنا نعوذ بك من عين العائنين وحسد الحاسدين وسحر الساحرين وكيد الكائدين وعمل المفسدين ومن كل شر يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم عجل بشفائهم وخفف آلامهم، اللهم اشفهم وعافهم والبسهم ثوب الصحة والعافية يا رب العالمين. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم جازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وصفحا وغفرانا يا خير الغافرين ويا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا. اللهم أمنا يوم البعث، اللهم أمنا يوم البعث يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب ويا رجانا إذا انقطعت الأسباب وحيل بيننا وبين الأهل والأصحاب. أنت ملاذنا إذا ضاقت بنا الحيل وملجأنا إذا انقطع الأمل يا من يتأنى على المخطئين، يا من رآنا على المعاصي فلم يفضحنا. ذنوبنا إليك صاعدة، ذنوبنا إليك صاعدة، ورحمتك بنا نازلة. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم اعف عنا، اللهم اعف عنا، اللهم اعتق رقابنا ورقاب والدينا من النار، اللهم اعتق رقابنا من النار، نعوذ بك يا ربنا من حر النار. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم اغفر لصاحب هذا الجامع المبارك، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزوله، اللهم اكتب له الأجر والثواب واجعله في قبره مطمئن ويوم يقوم الأشهاد آمن.
اللهم احفظ خادم الحرمين الشريفين، اللهم احفظه ولي عهده، اللهم احفظهم بحفظك واكلأهم برعايتك، وفقهم لما تحب وترضى يا رب العالمين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.